بلشت مجموعة هذه حياة تطوعية بالأردن قبل 5 سنوات من هلأ. كان أول شيء مجال عملها موضوع دعم الأطفال المصابين مرضى السرطان. بعدين مع بدء الثورة السورية صار في كمية كبيرة من الشباب السوريين خارج البلد، صاروا ينتسبوا لهذه حياة، انتقل عملها من عمل مرضى السرطان لعمل التطوعي بشكل عام. وكبرت المجموعات، صار انتقال من المجموعة نفسها تأسست بالأردن، صار في مجموعة أخرى بالكويت، مجموعة أخرى بغازي عنتاب، ومن تقريبا من شهر صار في مجموعة جديدة هي بإسطنبول. مجموعة إسطنبول كان انطلاقة جدا قوي وسريع. بلشت بمشروع حفظ النعمة داخل إسطنبول. كان رمضان الماضي مجموعة شباب هنا يجمعوا الطعام بشكل فردي، كل واحد زايد من بيته يروح يعطيه للعائلة يناحه. كان في تنظيم هالمرة بين شباب مجموعة هذه حياة تطوعية، صاروا يجمعوا الطعام ينظموه يعلبوه ويعملوا مثل فرز للعائلات السورية المحتاجة بإسطنبول. مشروع حفظ النعمة بدأ في إسطنبول، يعتمد على جمع الأكل من المطاعم السورية وإعادة توزيعه على العائلات المحتاجة. حالياً في عنا كم مطعم متعاون معنا، بنجمع منهم الأكل بعد الإفطار، بنعيد توزيعه. تبدأ العملية مثلاً تقريباً الساعة 10، بنطلع منوزع للساعة 3 تقريباً. تواصلنا مع المطاعم بشكل فردي ميداني، نروح لعند المطعم نتواصل معهم نسألهم إذا ممكن يتعاونوا معنا حتى نأخذ منهم الأكل الزائد. طبعاً الأكل الزائد مو يعني بقايا، وإنما الأكل يلي بيبقى بآخر اليوم مشان ما ينرمى. في مشاريع أخرى عنا حسب الأقسام. تقسم فريق هذه حياتي لسبع أقسام أساسية وخمس أقسام عملية، منهم القسم التعليمي، القسم الطبي، القسم التدريب والتأهيل، قسم الدورات الدعم النفسي. القسم التعليمي حاليا بلش حط أفكاره رح تنطلق إن شاء الله بعد عيد الفطر، من دورات الكيمياء الصغير، الفيزياء المسلية، دورات التشفير، دورات التأهيل الاجتماعي. القسم الطبي في عنا قسمين، يعني مجالين بالقسم الطبي، قسم متابعة أمور الجرحى ضمن فريق طبي مختص داخل فريق هذه حياتي، متابعة أمور الجرحى، متابعة أمور المشافي، إضافة الترجمة بينهم بالمشافي التركية إنه هي تشكل صعوبة داخل إسطنبول. القسم الآخر هو قسم التدريب الطبي، بيشمل دورات إسعاف، دورات تمريض، دورات إسعافات أولية. طبعا أغلبيتها من الهلال الأحمر الفلسطيني، هو أنجح هلال أحمر حاليا موجود بالمجال الطبي السريع. الوصول للعائلات المحتاجة كان عن طريق قسم العلاقات العامة، حطينا رقم للتواصل، يلي بيعرف عائلات محتاجة بيحكي معنا، العائلات كمان ممكن تتواصل معنا. قسم الإعلام يشتغل بالنشر على صفحات الفيس إعلانات عن حفظ النعمة. كان اول شيء اول يوم مشروع حفظ النعمة كان جدا متواضع، كان على مستوى 20 عائلة فقط داخل اسطنبول. كان في ما في تجاوب سريع مع المطاعم السورية بالنسبة لنا. يوم الثاني صار المطاعم تدق لنا، تاخرتوا اليوم وينكم لهلا، لحتى وصل ليوم الثامن من رمضان صار تقريبا يوزع يوميا بين 150 180 شخص، اي ما يعادل 35 ل 40 عائلة يوميا بعدة مناطق اسطنبول. حتى وصلنا قسم الآسيا بعض العائلات رغم انهم بعيد كثير. صرنا يوميا بعد الفطور ننطلق، من بعد الفطور تقريبا ربع ساعة هيك لوقت السحور، ننطلق مجموعتين، أول كل مجموعة منطقة، كل مجموعة مع داتا توزع المنطقة بشكل دوري بين المناطق. آلية العمل بنبدأ من بعد الإفطار،
بنتجمع بالدور ايام التوزيع، بندور على المطاعم، المطاعم كلياتها اللي متعاونه معنا بندور معها اربع اشخاص تقريبا. آلية التوزيع مثلا بالدور، المتطوعون كلهم كل يوم بيطلع اثنين مع الفريق. صار يجينا دعم يوم بعد يوم، صرنا ناخذ نشتري وجبات قبل الفطور. وعندنا طبعا نحن عم بمبدا هذه حياتي نشتغل على موضوع الاولويه بالتوزيع وليس الشموليه بالاغاثه. مبدا الاولويه بالتوزيع هو شرائح التوزيع، منهم شرائح الايتام، شرائح الجرحى، شرائح مصابين الحرب، بعدين العائلات المحتاجه. ونحن في شغله بهذه حياتي اعتمدناها بالعمل هو حفظ ماء وجه المحتاج عن طريق نحن اغلب الجمعيات السوريه بتجيب الشخص لعنده، تعال استلم انت بايدك سله غذائيه. الشيء بيمشي حال، بس اغلب الناس ما بيطلبوا ولا بيروحوا عند حدا بيطلبوا. فنحن صرنا نوزع الطعام لقلب البيت، واصل للبيت نفس الوقت الداتا تبعنا هي شبه انه محصوره باعضاء الفريق، ما حدا بيطلع عليها غير الشخص اللي يتبرع. بنقول له مثلا وزعنا عائله فلانيه وعائله فلانيه، بنفس الوقت ما في اي تصوير للشخص اللي عم ياخذ منا الطعام انه هذا واجبنا. يعني هو الشخص هو اللي عم يقبل ياخذ منا، هو مفضل علينا ونحن مفضلين على حدا ضمن توزيع الفريق. هلا عم نوزع بمنطقة السلطان غازي، وعم نشوف العوائل المحتاجة يلي ما حدا غطاها من الجمعيات، وعم نحاول نجيب أكبر عدد ممكن، يعني نساوي داتا عنا، وإن شاء الله بنحسن نغطي الكل إن شاء الله. المشروع الهدف منه التكافل الاجتماعي بيننا وبين الأسر السورية المتعففة اللي ما عم بتلاقي مين يعيلها. عم نحاول قدر الإمكان إنه نأمن جزء بسيط، يعني نحفظ ماء وجههم حتى ما يسألوا الناس. طبعاً واجهنا عقبات كتير كبيرة لما طرحنا المشروع وطلبنا المساعدة من عدة جهات أخرى، للأسف ما تفاعلوا معنا. حاولنا نجمع الداتا لوحدنا، حاولنا نوصل لأكبر عدد ممكن من العائلات السورية من إسطنبول الآسيوية والأوروبية، والحمد لله رب العالمين الله وفقنا وصار في عنا داتا جيدة جداً، تقريباً ما يقارب 200 عائلة ويزيد. طبعاً الداتا كلها سرية.